ربع ساعة ممتازة، يخرج كرة راس راس، يدخل يحطها، كرة من يغطي، كرة جول، كرة جول، كرة جول، ولاتي جول، كرة جول، ولاتي جول، كرة جول، وفلاتة جول، فلاتة ما يفلتش، الكرة منه ما تفلتش، والنتيجة 1-0، غير الأرقام، اكتب الرقم الجديد، مباراة الأهداف، وقلت الهدف يسخن، الأخوية يخطأ، هجمة مرتدة سريعة للنمر بسرعة النمور، يقتنصها فلاتة من المرة الثانية، كلود أمين يخلص الأولى، يمنع الثانية، ينقذ الثالثة، في الرابعة يقول أوكي، هالاتي يعبر، كونتر أتاك من نار للنمر السعودي، كلود يحطها قدام مختار، فلاتة يحسن الاختيار، في أحلى قرار يضرب الكرة ويسجل الهدف الأول، اليمينية من مختار، فلاتة ما يفلتش. 1-0 فهد المولد، شيء ثاني اليوم فهد المولد. نعم تايلي، وكرة لبطل قطر، تمشي كرة خطيرة راسية، والتعادل، التعادل القطري، التعادل للأخوة أنهم يعودون، الأخوة لم يمت بعد، لم يخسر بعد، وهدف التعادل عن طريق لامي، لامي يسجل عادل، 1 لأخوة 1 اتحاد، أي قمة سنشهد، أي قمة سنرى، أي قمة عليها سأعلق، أي قمة بما أثرها سأذكر، أي قمة في إنجازاتها سنصل، وأي قمة في ختامها سنصل، هدف التعادل، بوغرة يطلع، الماجيكو القائم الثاني، لامي بالرأس، الحارس يعمل وحدة، كاراتيه، ولكن حتى في الشباك، التعادل العادل، الأخوة يتعادل عن طريق، باي باي مع السلامة، لامي، والخطأ كان سعودي في الانطلاق، نعم، صحيح، نهاية الكرة المشتركة كانت فاول من لامي او مواصل الخطأ من لامي، ولكن في البداية صحيح للإقصاء، والكرة تمشي بالرأس، وكرة كنترول، والروعة في الهدف الثاني، الثاني 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 للفريق الاتحادي، كنترول ولا أروع يا عسيري، كرة ولا أجمل يا عبد الفتاح، فتحة ولا أجمل، لكنترول ولا أروع، لتسديدة ولا أقوى، لهدف يعانق الشباك، للثاني يقطع الشباك، للثاني يمزق الشباك، الاتي والباس، الاتي والراس، الاتي بكنترول، والرابعة في الجول، 2 الاتي 1، فريق خالد مفتاح، نادي الأخوية، خالد مفتاح متأخر، عسيري ملا كنترول، عسيري ملا فراب، يعني ملا ضربة، والضربة في مقتل، والشبكة زغرت، وتستقبل كرة عسيري وتقول يسرتها بعد أن عسيري للسعودية حتى كلود أمين، الله 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 الله، كل الكلام خلصت فيك يا قمة يا أبطال آسيا هذا الأربعاء، رائعة راخوية خطيرة والرأسية، أوه الهدف الثالث يضيع من راس مختار، فلاتة يضرب والكرة قريبة، الاتي يستحق هذا التقدم، الاتي شيء كبير اليوم، الشوط الأول متميز جدا، فما سرعة، فما لعب على الأطراف، مباراة يمشي ليه وسعد أوه يا برازيلي، الركنية للاتي ومتميز كلود أمين، كلود أمين ينحي الكرة، ضربت في الجدار، ضربت في الجدار، ليس كلود ولكن أمانة الجدار، والرأسية والدفاع، والدفاع من خالد مفتاح، كرة في طريق المرمى، ولكن مفتاح عنده المفتاح، ترجع الكرة من جهة تريزور، ضايع دفاع الأخوية، خطيرة الهجوم الاتحادي، والتسديدة تأتي تأتي مرة ثانية، مفتاح حتى الكرة بوذياف، بوذياف يسدد الكرة برا، الكرة أوت للاتي. بعد 24 ساعة بعد انتصار الهلال وباتور ممتازة لها بعيدة بعيدة الكرة الأخيرة برازيلي وكلود ليو ينظر يركز عارف وين يحط الكرة ولكن أين مستقر هذه الكرة البرازيلية السعودية والهدف ليه ممتاز خطيرة جدا ورائعة عند كلود رائعة من أمين كرة مرة أخرى للسريع المولد والكرة فيها توزيع ترجع على خط نعم للفريق السعودي خطأ للفريق السعودي لمعان من فيها معان ليو الخطير ليو الخطير ننتظر التنفيذ من ليو البرازيلي
كرة بيسرى لم يوفق فيها لقوة كلود. الآن الكرة باليمين، فكيف ستكون من ليو؟ أخذ التعليمات من عسيري. ليو كرة لفة، كرة دور، ليو ينفذ كلود للركنية. حوار والصراع ودويل وثنائيها، والكرة الآن من ركنية على القائم الأول. خطيرة العرضية، فرصة الثلاثية يا ليو. نطيلي نامو جول، نامو جول، نامو الجول، نامو اوت. رائعة جدا، والتعادل بوذيوف، والتعادل يضيع. صوت رهيب، صوت طالع كبير، صوت كبير. يعطي كورة، الله عليك يا اخويا، جيبها على اليسار، يدخل فيها. الكورة الهجومية خطيرة لفلاديمير، والدفاع والركنية. ارتع عسيري، الاخوي الان قد يتعادل فلاديمير. عبد الفتاح عسيري، عبد الفتاح السيري، وكرة خطيرة. اوه ضعف، كانت محاولة كرة للعسيري، خطيرة جدا للعمري، العمري والتوزيع العرضي. الهدف الثالث للحبيب، الهدف الثالث الكبير الاتحادي. انها عسيري، يسرها العسيري، ان بعد العسر يسر يا الاتحاد. الهدف الثالث في مرمى كلود امين، الهدف الثالث في كلود امين، الهدف الثالث. مرتده نموذجيه، كونترا تاك يدرس. الاتي يتقدم، الاتي يضمن النقاط والفوز، الاتي ينتصر من اول كوره في الشوط الثاني من المرتده التي بحث عنها طويلا وكثيرا. كوره ولا اروع بمهاره فهد. العسيري بداها والعسيري انهاها، العسيري بداها والعسيري انهاها. العمري لقاسم، قاسم يرد، والكرة ترتد في مرمى وفي شباك كلود امين. الثالث العميد السعودي، ترتد بالسعودي. كرة خطيرة، والرابع، والفرصة ضاعت، ضاعت الكرة للهاتريك. هذا واحد للكرة السعودية. الجيش فقط يهزم الفتح، بينما الهلال تجاوز السد. والكرة للحارس والركنية للأخير. قالت الهلال تجاوز السد 5-0. الشباب فاز على الريان في قطر 2-0، وحاليا 3-1 للاتحاد على فريق لقيا بطل دوري النجوم. اسبوع صعب للانديه القطريه في اسيا. الكره الركنيه و3-2، ومقره خطا، والحكم يقول العب، والكره تنتهي، والمباراه تنتهي، والاتي يفوز. والكروني يرفع الليل عن الاعناق. انتصار مستحق لنادي الاتحاد، ألف مبروك.